سقيهم بطل كان الله يرضى عليه، مقاتل شرس كان، كان معجزهم وكاهرهم لليهود، وتصاوب عدة مرات وانقصف مرة راحت عينه، وظلوا يقاتل فيهم لآخر نفس لحد ما استشهد، ظلوا يقاتل فيهم. صفاته بتجنن، حنون مرضي، بحب خواته، بحب أمه كتير، بحب أصحابه، المخيم كله بحبوه، صغير كبير، يعني زكيهم، اسأل المخيم كله عنه، قولوا لك شو زكيهم، الصغير والكبير بحبه، الله يرضى عليه، الله يرضى عليه. وهو طالب الشهادة والله نوله إياها، لأنه يعني ربنا بحبه. كان وصيته زقيهم كانت إنه بده يروح عند أبو الصقر. كان يحكي لي آخر مرة، حكى لي يما أنا بس أستشهد ما تعيط علي، بالعكس زغرتي وارفع راسك فيي، انتي ام شهيد. حكيت لي يما انا ما بتحمل، ما بتحمل اني ما اشوفك، ايش تبعد عني. قال لي يما ملتقانا بالجنة ان شاء الله، يما انا بكون شفيع الك ولابوي ولاخواني، ملتقانا يما بالجنة ان شاء الله. هاي الدنيا مش إلنا يما، وظلك ارضي عني. وانا يما وصيتي بعد ما استشهد تدفنوني جنب أبو الصقر، كانت هاي أمنيته. هو بحب كل أصحابه، بحب جهاد، بحب أبو الصقر، كل الشهداء بحبهم، كلهم أصحابه وعزيزين وغاليين عليه. بس أكثر إشي كان يحكي لي عن أبو الصقر، إنه دائما كان هو إياه قريب كثير منه، و24 ساعة كان معاه. بقول لي أنا ربيت معه، مع أبو الصقر، وأنا نفسي أروح عنده، اشتقت له. والله يرضى عليه، والله يرضى عليه ويحن عليه، وطلبها ونالها، الحمد لله رب العالمين. سموه زقيهم أخذ لقب عمه. عمه استشهد من 19 سنة، وهو صغير، ابني أشرف الله يرضى عليه، وهو صغير كان دائما يقول لي انا ان شاء الله على درب عمي. وهو فصح من هو صغير وما شاء الله عليه، وشافوه هيك زي عمه، صفاته تصرفاته، لقبوه لقب، اخذ لقب عمه. واستشهد نفس اليوم اللي استشهد فيه عمه، يوم الثلاثاء، ونفس الساعة، الساعة 6، سبحان الله. وكان يقول إن شاء الله يما أنا على درب عمي، إن شاء الله على دربه.